الو، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسيف ات هوم لغاية ما الأزمة دي تعدي وبإذن الله الدنيا ترجع زي ما كانت. طيب، النهاردة كنا اتفقنا ان احنا هنبتدي نطبق شرح المودرنج على جيم اسيتس زي مثلا سامبلز من ببجي. فانا هنا جبت سامبل او خدت ريفرنس يعني من جيم، ده كوخ بسيط كده. تعال نبص على كذا زاوية عندي هنا، دي زاوية ودي زاوية تانية ودي الزاوية التالتة والزاوية الرابعة بتهيألي هي باينة عندي هنا برضو اللي هي فيها الشباك. فتعالوا نفكر مع بعض كده ممكن نبني الكلام ده ازاي. هي دايما بتبقى أول حاجة بفكر فيها لما أجي أعمل موديل زي كده إن أنا أحاول أخمن المقاسات أو النسب، يعني بما إن أنا ما عنديش بلو برينت أشتغل منه يعني. كيف انا هفترض دايما المقاس اللي هو شبه ستاندرد هو الجزء بتاع الباب، فانا هفترض ان ده مثلا حوالي متر متر وعشرة في ارتفاع متر وعشرين، وعلى الاساس ده انا طلعت المقاسات بتاعت الكوخ. فتعالوا نشوف مع بعض كده. احنا هنيجي هنا وهن كرييت بوليجون بريمتيف كيوب، ماشي. هنقول مثلا ان انا عندي هنا ده 4 متر ونص في 280 في 9 متر، تمام. فدي تقريبا نسب، يعني ممكن تكون صح ممكن تكون غلط شوية، هنشوف يعني. ادينا بنلعب. وهاجي هنا على ترانسليت واي، بما ان انا الهايت عندي هنا 28 هاجي هنا في الترانسليت واي اقول له 14. فانا كده ضمنت ان هو الشيب عندي بقى خلاص فوق الارض الافتراضية بتاعتي اللي هي الصفر يعني. ماشي الكلام. طيب احنا لو جينا بصينا هنا، انا عندي في الجزء اللي تحت ده ملوش علاقه بال 280 سنتي اللي قلنا عليهم، عندي هنا حوالي 50 سنتي، دول اللي هم لو جينا بصينا دول حوالي السلمتين اللي موجودين قدام الباب. فانا برضو يعني بالتقريب كده تقريبا السلمه بنتكلم في 20 25، فانا فرضت ان ده حوالي 50 سنتي. ماشي الكلام. فتعالوا نلعب كده ونشوف القصه هتمشي ازاي. زي ما قلنا، خلينا احسن على الريفرنس تاني ده عشان ده مبين اكتر ونبتدي. طيب انا هاجي هنا هقول طيب اوكي، انا عندي الجزء هنا لو جينا مسكنا كده الفيس ده جيت عملت له اكسترود، الحته اللي انا طلعت بيها دي هي الجزء ده، ماشي الكلام. وبعدين هطلع بكمان جزء اكسترود كمان مره رفيع جدا اللي هو اللي انا هطلع منه الجزء بتاع التنت او التند عندي، ماشي. وبعدين هنمسك الجزء اللي تحت واكسترود وهطلع منه الجزء بتاع اللي فيه السلم. سهلة كده لغاية دلوقتي. طيب انا عندي هنا دلوقتي الجزء ده فيه زي شكل مثلث كده اللي هي التندة، فانا هاجي هنا هقول له طيب هات لي الايدج ده كنترول، اجي هنا على ايدج رينج يوتيليتيز وبعدين تو ايدج رينج اند سبليت هيقسمه لي بالظبط. يبقى انا لو مسكت الايدج ده وطلعته لفوق انا عملت هنا الشكل المثلث اللي عندي، ماشي. طيب لو جينا بصينا مثلا من زاوية تانية ولتكن مثلا دي، هتلاقي عندك ان هنا في اكستنشن يمين وشمال وبعد كده التند، ماشي خلاص. يبقى انا هاجي همسك الفيس ده والفيس ده وهعمل لهم ايه؟ اكسترود. طيب ما انا ممكن اجي اشغل هنا الموديلنج كيت وهاجي هقول له طيب بقول لك ايه، انا عايز اعمل سيمتري على انهي اكس اللي انا هعمل عليه سيمتري، انا عايز لو عملت ايه يتكرر الناحيه الثانيه الاحمر ده صح اللي هو الاكس اكسس. انا عرفت منين انه اكسس اكسس؟ عندك هنا الترايبود هنا هو مديك الوان للايه للاكسس بتاعتك. فانا هاجي هنا كده في سيمتري وهقول له هات لي اوبجكت اكس. يبقى انا لو مسكت مثلا هنا الفيس ده هو هيمسكه الناحيه الثانيه صح؟ لو انا مسكت الفيس ده هو هيمسكه الناحيه الثانيه. طيب انا همسك فيس واحد منهم بما ان هو مسك الثاني اوتوماتيك واجي هنا اقول له ايه؟ اكسترود وهطلع بالكلام ده تقريبا نفس النسبه اللي عندي هنا، ماشي؟ طيب دلوقتي الجزء ده هو شكله كده هناك ولا هناك هو الدنيا ناعمه مفيش كسره؟ مفيش كسره. يبقى انا هاجي هاخد الايدج ده كمان وهاجي بالموف تول، ممكن نبص على جنب من الجوانب هنا
وهاجي هنا هعمل له ايه؟ هحركه بالراحة لفوق لغاية ما يديني الشكل بتاع الرامبو مظبوط. طيب هنا في حاجة تانية، ان الجزء ده كده السيكنس دي مش تخينة قوي، يعني لو جيت بصيت هنا هتلاقيها حاجة رفيعة جدا جدا. خلاص بسيطة، هاجي همسك الفرسيز دول وانزل بيهم لتحت علشان ما يبقاش عندي السيكنس الاوفر اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. يبقى لو جينا بصينا الى حد ما، تعالى نشغل هنا الواير فريم انشيدد شيدنج، واير فريم انشيدد، ونبص لغاية دلوقتي كده احنا وصلنا لإيه. ماشي الكلام؟ طيب الجزء بتاع التاند ده انا هطلعه ازاي؟ يعني نشوف، هاجي همسك مثلا الفيس ده والفيس ده وهعمل لهم اكسترود، ماشي، وهطلع بالكلام ده لفوق، ابتدى يعمل لي الاكستنشن بتاع الايه، بتاع التاند ده. طيب انا عندي هنا اكستنشن، صح مظبوط، وبعدين عندي هنا وهنا كمان اكستنشن، صح. طيب تعالى نعمل كده، ممكن اجي هنا في السيمتري واقول له هنا سويتش، بدل ما انت كنت شغال على الاكس اكسس هنشتغل على انهي اكس. تعالى نمسك الموف تول كده ونشوف على الاكس ده اللي هو هنا في الحاله دي ايه، الازرق اللي هو الزد. خلاص يبقى انا هاجي هنا واقول له سويتش على اوبجكت زد. يبقى انا لو جيت مسكت الفيس ده وده 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 وده، اطمن هو مسك ورا، اه تمام، واجي هنا اقول له اكسترود فيس واطلع بالكلام ده لقدام زي ما انا عايز. في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ تالي الموضوع عبيط وسهل جدا جدا جدا. ماشي الكلام؟ اوكي. طيب تعال نبص كده على الموضوع برواقه شويه، يعني ايه نفكر فيه قبل ما نشتغل، يعني ادينا بنجرب. انا دلوقتي عندي هنا الجزء الخشب، في نوعين خشب عندي هنا، ده الخشب اللي هو بتاع الحيطان، وده الخشب اللي هو بتاع القوايم والارض والسقف. انت لو فتحت الجيم او دخلت جوه البيت هنا هتلاقي ان انت عندك الجزء ده، يعني انت وانت واقف جوه الكوخ انت مش شايف مثلث، لا انت شايف سقف عادي. يبقى انا الجزء ده عندي بقى هو معتبره زي مثلا صندره، معتبره اي حاجه، المهم ان الجزء ده انا مش شايفه وانا جوه البيت. اوكي. طيب يبقى انا هاجي هنا نبتدي نلعب بقى على الفكره دي. طيب انا دلوقتي عندي هنا القوايم بتاعتي، وعندي هنا التقسيمه بتاعت البيوت والباب والكلام ده كله. طيب وفي هنا زي بروز خفيف، يعني لو جيت بصيت هنا المفروض ان هنا ده عندي فيها بروز خفيف. طب تعالى نلعب كده، انا هاجي همسك كل الفيسز دي، تعالى نقفل بقى السيمتري، لان هنا خلاص مرحله السيمتري تقريبا خلصت، ما فيش حاجه الناحيه التانيه زيها بالظبط. اوكي. وهاجي كده هعمل اكسترود وهبتدي ادخل بالكلام ده لجوه عشان ادي السيكنس البارز او الغائر جوه عندي. طيب بصوا كده لما هنيجي نتحرك الى حد ما هنا انا حاسس ان الدنيا بايظه، صح؟ يعني المسافه مش متساويه. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ هاجي هنا هعمل ده من السيكنس، يعني هدخل بالسيكنس هتلاقي المسافه الى حد كبير جدا متساويه. ماشي الكلام؟ هتقولي طيب هو الدخول او السيكنس مش كتير قوي كده، هقول لكم ليه دلوقتي هنعمل الكلام ده. طيب انا هاجي هنا دلوقتي وهقول له طيب تعالى كده هات لي الفيسز دي، وهاجي من اديت مش وعامل لها حاجه اسمها اكستراكت. ليه اكستراكت؟ انا عايز اطلع الاوبجكت ده من الاوبجكت ده، بحيث ان الاوبجكت اللي انا ماسكه دلوقتي او شويه الفيسز دول يبقى كانهم اوبجكت منفصل انا لسه بارين. ماشي. وهعمل كده رايت كليك اوبجكت مود وهمسك ده، فلو جيت مسكت الموف تول وعملت كده بقى ايه، اوبجكت منفصل. ماشي. ليه الكلام ده؟ لان انا عايز اقعد اشتغل في البيبان والشبابيك براحتي من غير ما اقعد ازود ايدجز زياده ملهاش اي لازمه فوق وتحت، بحاول ابسط الايدجز او الفيسز على قد ما اقدر. طيب بما ان احنا شغالين على بروجكت باذن الله هنكمل فيه، فتعالوا نكريت بروجكت. فانا هاجي كده من فايل وهقول له هنا بروجكت ويندو، ماشي، وهاجي هنا هقول له نيو بروجكت، سمي ده اي حاجه تعجبك، سميه جيم اسيتس، سميه ببجي اسيتس، سميه اي حاجه. فانا هاجي هنا مثلا هسميه جيم اسيتس، تمام. هو اوتوماتيك هيكريت شويه فولدرز
فولدر للسين اللي هي الفايلات بتاعتي، يعني هو بيسمي الفايلات زي ما اتفقنا سينز، الايمجز اللي هي الريندر، السورس ايمج المفروض انا هنا احط التكشرز بتاعتي يا اخ. هاجي هنا حاول ما تغيرش اسامي من دي، لان انت لو غيرت ممكن بيعمل له شويه لخبطه قدام، فيفضل ان انت تسيبها زي ما هي. واجي هنا اقول له اكسبت اوكي، وبعد كده هسيف السين عشان لو حصل اي حاجه ما نخسرش اللي احنا عملناه. فانا هسمي مثلا ده هنا هوت 01 سيف. هو هنا هيطلع لك مسج ان انت شغال بستودنت فيرجن، مفيش اي مشاكل. طيب انا دلوقتي عندي الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت او اللي في النص، مظبوط؟ طيب لو انا جيت دلوقتي هنا عايز اشتغل مثلا في ده، ممكن ده يلخمني شويه، او انا عايز انظم السين عندي اكتر، فانا ممكن اجي مثلا هنا من ديسبلاي لايرز ماشي، واجي هنا اقول له كرييت سيلكتد او كرييت لاير فروم سيلكتد، يعني اعمل لاير جديد وحط جوه اللاير ده اللي انا ماسكه دلوقتي ماشي. يبقى انا لو جيت هنا على العلامه بتاعه الفيزيبيليتي اللي هي يعني ان انا اشوفها او لا بقى، ده لاير لوحده. ممكن اجي هنا اسمي مثلا ده تنت او اسميه اي حاجه ترجع لك كويس، واعمل نفس الكلام هنا. اجي هنا كده هقول له كرييت لاير فروم سيلكتد، وهاجي هسمي اللاير ده مثلا وولز وسيف ماشي. طيب تعالى نخفي مؤقتا الوولز. انا دلوقتي لما جيت هنا قلت له اعمل اكستراكت، بمعنى ان انت شيل اللي كان موجود هنا في النص. ايه اللي حصل؟ بقى عندي فجوه هنا، اوبجكت هنا فاضي مش كده؟ طيب يبقى انا ممكن اجي هنا كده من مش واقول له فيل هول، شايفينها؟ فيل هول. هو اوتوماتيك هنا فهم ان انا عايز اقفل الفراغات اللي انا ايه فتحتها في السين. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا المفروض الفيسز بتاعتي تبقى اربعه، فانا الفيس عندي هنا ده ما بقاش اربعه، ده بقى حوالي سته، لان انا كان عندي ايدج هنا وكان عندي ايدج هنا. هنرجع للحته دي بس ايه، خلينا ماشيين واحده واحده، بلاش اتوهكم دلوقتي في تولز وفي توبولوجي وكده، خلينا دلوقتي ايه ماشيين واحده واحده ماشي، يعني بقى نرجع لها. طيب هاجي هنا هخفي ده سوري هظهر الجزء بتاع الوولز. طيب ليه انا دخلته لجوه زياده عن اللزوم كده؟ يعني هو هناك مثلا لو انت جيت بصيت هتلاقي الفرق مش كبير قوي كده، بس انا هنا حسبت حاجه بالمره قلت نخلص منها وانا بعملها. عندي السيكنس بتاع الشباك، السيكنس بتاع الشباك ده معناه ان الحيطه دي مش ورقه، الحيطه دي ليها سمك، دي طوبه او دي سيكنس خشب. فانا كان لازم وانا بعمل ده اعمل حساب ان انا لما هاجي هحفر الاشكال او هقطع اشكال الشبابيك والباب لازم هعمل اكسترود تاني لبره علشان اعوض السيكنس بتاع الشباك، لان انا لو جيت بصيت رقم اربعه كده هتلاقي الكلام ده عباره عن ورقه مش 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 كتله تمام. فتعالوا نلعب كده ايه ونجرب وهتفهموا ليه انا عملت الفرق ده. طيب احنا مش محتاجين دلوقتي مؤقتا التنت، هنخفيها علشان ما ترخمناش. وهاجي دلوقتي كده اشوف، طيب انا عندي هنا محتاج كام ايدج علشان اقدر اقطع الباب والشباك والشباك. هنعد كده، ادي واحد صح، اتنين تلات اربعة خمسة ستة. يبقى انا هنا محتاج كام ايدج؟ حوالي ستة. طيب ممكن بدل ما اجي هنا واقعد اكريت ايدج 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 ايدج، ممكن اعمل كده، هاجي هنا كده في المش تولز وهدخل على الانسيرت ايدج لوب السيتنجز بتاعتها، وبدل ما كانت السيتنجز بتاعتي هنا ريلاتيف ده الديفولت بتاعها، هاجي هنا اقول له ايه مالتيبل ايدج وخليهم لي ستة ايدجز. يبقى انا كده بكليك واحده هكريت هنا ستة ايدجز واعملهم لي في مسافات متساويه، سهله. يبقى بدل ما كان ريلاتيف خلينا مالتيبل ايدجز، وجيت هنا حددت له عدد الايه الايدجز اللي انا محتاجها. ممكن نعمل لها تاني ريست ونرجعها ايه ريلاتيف ماشي. طيب تعالى نبتدي نشتغل على النسب شويه. ادي الايدج مثلا ده ماشي ماشي، ده مثلا قريب شويه من الباب يعني حوالي 40 50 سنتي سوري من حرف المنقوخ. وبعدين مثلا عندي الباب ماشي، عندي هنا الشباك ده اهو الاثنين ايدجز بتوع الشباك، هنجيبهم مثلا هنا
وعندي الاتنين ايدجز التانيين بتوع الشباك، وفي النص مسافة تقريبا قد الشباك، يبقى تقريبا دي النسب بتاعتي. طيب علشان اقطع ده دلوقتي، لو انا جيت مسكت الفيس ده وقطعته، طيب ما انا ما عنديش الجزء اللي فوق، يبقى انا محتاج انسرت ايدج كمان. فانا هاجي هنا اقول له كمان انسرت ايدج لوب، اوكي اهي، يبقى ده القطعه بتاعت الباب. قطعت الشباك تحت شويه، مفيش مشاكل اهي، ونبتدي نقطع الكلام ده. طيب انا هاجي هنا على الفيس بتاع الباب وهعمل له ديليت، يبقى انا فتحت هنا الفتحه بتاعت الايه؟ الباب. طيب الشباك عندي نفس الكلام من تحت، المفروض يبقى ليه ايدج، والا لما انا هقطعها هقطع كل ده. يبقى نفس الكلام، تعالى على ايدج، انسرت ايدج لوب، وهاجي هنا هكرييت ايدج تحت عشان اقدر امسك الشباك والشباك واعمل لهم ديليت. سهل الكلام، بسيط جدا، ماشي. طيب الشباك التاني اللي عندي هنا نفس الكلام اهو، هاجي هنا هقول له انسرت ايدج تقريبا عندي في الحته دي وعندي في الحته دي. بس هنا في حاجه، انا دلوقتي لو جيت بصيت كده، الباب اللي ورا ده هنا موازي جدا للشباك، يعني وانت واقف على الباب هنا المفروض لو بصيت هتشوف فتحه الشباك، الاثنين قدام بعض بالظبط. فانا ممكن بدل ما اعمل ده هنا واعمل ده هنا، تعال نجرب كده تول اسمها مالتي كات تول اهي. انا عايز بس ايه، اتاكد انهي فيس اللي انا عايز اقطعه. فانا ممكن امسك هنا، اوكي، يبقى هي الجزء ده. طيب يبقى انا لو جيت هنا كده قلت له ايه، هات من مش تولز مالتي كات تول اهي، اوكي. كل اللي هعمله ان انا هحط دي، اتاكد ان هي بره الاوبجكت مش لامسه الاوبجكت، ماشي اهي، وهسحب ايدي كده وانا دايس شفت. يبقى انا لو جيت بصيت، هو عمل انسرت ايدج هنا وعمل انسرت ايدج هنا مع بعض مره واحده، ماشي. طيب عندي برضو هنا قبل الاخر بحاجه بسيطه، هدوس شيفت وانزل لتحت. يبقى انا هنا عملت الجزء بتاع الشباك اهو، وعملت هنا الجزء بتاع الباب. الباب كان اعلى شويه، كان اعلى شويه اهو، وديليت مره واحده. يبقى انا هنا قطعت الشباك وقطعت الباب، الشباكين، وادي الباب، والدنيا ظريفه وسهله جدا.